تأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية لموعد غير محدد. وهادي البحر يقول إن استئناف المباحثات أصبح مرتبطا بتنفيذ شروط النظام. الخارجية الأردنية تعلن وجود حاجة إلى مقاربات تثبت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري. قاست تؤكد دخول النظام إلى نقاط التماس في مناطق سيطرتها بالتنسيق مع روسيا لصد العملية التركية المرتقبة شمال سوريا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. أعلن الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحر عن تسلمه رسالة رسمية تفيد بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة بناء على طلب من وفد النظام. لا جولة تاسعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في الوقت الراهن، هذا ما أعلنه الرئيس المشترك للجنة عن وفد هيئة التفاوض المعارضة هادي البحر بعد تلقيه رسالة رسمية من المبعوث الأممي إلى سوريا جيير بيدرسون بهذا الخصوص. البحر ذكر في بيان أن تأجيل انعقاد الدورة التاسعة من اجتماعات اللجنة المزمع عقدها في 25 من تموز الجاري تم إلى موعد غير محدد، مشيرا إلى أن بيدرسون أبلغه بأن السبب في التأجيل يعود إلى طلب وفد نظام الأسد المشارك في اللجنة بالتأجيل، كما أن وفد النظام أبدى استعداده للمشاركة فقط عندما تتم تلبية ما وصفها بالطلبات المقدمة من روسيا وفق البحر. رئيس اللجنة الدستورية عن المعارضة اعتبر أن التأجيل والتعطيل ووضع شروط مسبقة لا علاقة للسوريين بها تثبت مجددا انفصال وفد النظام عن واقع المأساة التي يعيشها السوريون، وتشكل تقديما لمصالح دول أجنبية على مصلحة السوريين وفق قوله في إشارة إلى روسيا. الجولة السابقة من اجتماعات اللجنة والتي حملت الرقم 8 وأقيمت الشهر الماضي لم تؤدي إلى اتفاقات ملموسة حالها كحال الجولات التي سبقتها، بل كانت الأخيرة بطيئة المسير وفق ما ذكره المبعوث الأممي إلى سوريا من موقع المشرف على اجتماعات وجولات لم تحمل معها أي انفراجة للسوريين حتى الآن. وينضم إلينا الدكتور زكريا ملاحفجي محلل سياسي من غازي عنتاب، أهلا بك دكتور. في البداية كيف تقرأ هذا التأجيل وفي صالح من يصب؟ أهلا وسهلا، مساء الخير وشكرا لحلب اليوم. طبعا موضوع التأجيل أو حتى يعني التعليق وكذا موضوع متوقع. هلا بدأ بشكل أو بآخر تصريح الأسد الأخير بمقابلته الأخيرة، هو تحدث أنه لا يوجد وفد يمثل الحكومة السورية، إذن هو عم ينفي أو عم يضرب بشكل مطلق الوفد تبعه وكل الجهود التي يعني أو الشيء الذي تم بالمطلق. هذا واحد. اثنين، الحديث الأخير على أنه يعني تعلق إلى موعد ما، وأنه حتى يعني هذا الموضوع متعلق بروسيا، وهذا الربط واضح أنه طبعا وبدون نتيجة. نحن يعني 8 جولات دستورية بدون نتائج، وحتى في هناك حالة رفض يعني شعبي أنه يعني قضيتنا إذا بدنا نحكيها ليست من السلة الدستورية. لما نحكي عن شيء انتقالي بتحكي على حكم يعني هيئة حكم انتقالي، الموضوع الدستوري حتى الموضوع الدستوري ما كان فيه أي شيء متقدم، ما فيه شيء ملزم. فنحن أمام حالة مشاورات ونقاشات بين الطرفين. نعم تحديدا يعني دكتور زكريا الملفت، شرط وفد النظام تنفيذ الطلبات الروسية. لو نضع السادة المشاهدين، ما هي الطلبات الروسية التي اشترط وفد النظام تحقيقها للمشاركة في اجتماعات اللجنة؟
هلا يبدو يعني لا زالت الامور تتضح اكثر واكثر، لكن يبدو ان الروس يريدون هي النقاشات ليست تحت مظله جنيف والامم المتحده، وانما في مكان اخر. يعني في هناك شيء لدى الروس. طبعا الروس بالبدايه في الجوله الاولى طرحوا انه تعالوا للنقاش موضوع الدستوري في دمشق، فهن طرحوا هذا الطرح، بعدين انه هذا الموضوع يناقش تحت قبه الامم المتحده في جنيف، رجعوا الآن الروس بدهم موضوع آخر. طبعا واضح أنه الروس سواء بموضوع إدخال المساعدات، الآن موضوع الجولة التاسعة الدستورية، واضح أنه في هناك عرقلة وتربيط يعني بهذا الموضوع بملفات أخرى، لأنه هاي المسائل يعني دولية تناقش. صحيح أنه هي يعني النتيجة، وأنا قلت ذلك، النتيجة من الجولات الدستورية هو لا نتيجة، يعني ما حيكون في هناك نتيجة على الأطلاق سوى هذه النقاشات فقط، لا شيء. نعم، يعني طالما أنه لا يوجد طائل من هذه الاجتماعات، لماذا يعرقلون انعقاد اللجنة التاسعة أو الاجتماع التاسع؟ الروس هن مش بس يعني بدهم يعني عرقلة أو أنه ما يطلع نتيجة، وهذا تكتيك أو هدف. هن حتى بالبداية طرحوا أنه لا، أنت تعال لدمشق ناقش المسألة الدستورية، وأنه حتى مسألة المساعدات بتروح إلى دمشق وإلى آخره. بشكل أو بآخر بده يركز ويمكن النظام ويخلي كل الموضوع عند النظام، وأنه ما في أي شيء بيطلع خارج هاي، فهو عم يروح لمسافة أبعد بكثير من الصورة اللي هي مطروحة دوليا، أنه يعني هو نقاش دستوري بين طرفين من أجل الدستور القادم. فعمليا الروس ذاهبين لأبعد من هيك، وهذا له علاقة حتى بقضايا الروس الآن بالمواجهة والحصار الدولي، له علاقة بأوكرانيا وسوريا وملفات كلها عم ترتبط مع بعضها بشكل أو بآخر. فهو بكل موضوع عم يطرح في سوريا بأي جانب، سواء كان دستوري سواء كان يعني مساعدات، أي موضوع، فهو عم يروح إلى مسافة بعيدة، يعني نعم. عم يروح لمسافة بعيدة وعم يربط الملفات كلها مع بعضها، وهذا شيء لا منطقي. يعني حتى اللجنة الدستورية بنقاشها واللي كنا نعرفه وآراء السوريين فيه معروف، حتى هذا ما عاد بالدنيا. نعم دكتور، يعني من الطبيعي أن نتناول موضوع اللجنة الدستورية في نشرات لاحقة أيضا، من أجل أن نتبين المستجدات حول هذا الموضوع، لكن الآن الوقت ضيق. أشكرك جزيل الشكر الدكتور زكريا ملاحفجي، محلل سياسي، كنت معي من غازي عنتاب. قال وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي إن الأردن ومعظم الدول العربية يريدون بناء علاقات صحية مع إيران تقوم على عدم التدخل بالشؤون الداخلية. وأكد الصفدي في مقابلة تلفزيونية أن عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن صارت تتم بشكل ممنهج، الأمر الذي أصبح بحاجة ماسة إلى مقاربات من شأنها أن تثبت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري على الحدود الشمالية للأردن، مشيرا إلى أن الأردن يقوم بما يجب القيام به من أجل حماية حدود المملكة ومصالحها عبر الجيش والقوى الأمنية الأردنية. وينضم إلينا السيد أحمد فهيم، محلل سياسي أردني. أهلا بك سيد أحمد. في البداية، كيف تقرأ تصريح وزير الخارجية الأردني حول ضرورة تثبيت الاستقرار في الجنوب السوري؟ نعم، شكرا لك. يعني هذا في الحقيقة هو التوجه الأردني التقليدي المتعارف عليه منذ اندلاع الثورة السورية. الأردن يتجنب التصعيد العسكري ويتجنب حتى التصعيد الكلامي، ويلجأ إلى سياسة دبلوماسية هادئة تهدف بالدرجة الأولى إلى حفظ الأمن وإلى ترسيخ قواعد الهدوء على شريطه الحدودي الطويل المترامي الأطراف. فبالتالي هذا هو الخطاب الأردني المتعارف عليه فيما يتعلق بالأزمة السورية وفيما يتعلق بالميليشيات التي تشكل خطرا وكانت تشكل هاجسا بالنسبة للعديد من الدول. يعني في الآونة الأخيرة كان هناك تصعيد في التصريحات، يعني اختلفت التصريحات الأردنية، وبات يعني هناك ما يقال بأن حرب مخدرات على الحدود الأردنية السورية. هذا صحيح، ولكن في الحقيقة يعني المخدرات وحدها لا يكفي لإعلان حرب
وللدخول في مغالبة ضد دولة إقليمية وازنة مثل إيران، يعني الدخول في حرب مفتوحة ضد إيران، لأن الاتهامات كانت موجهة لميليشيات موالية لإيران، وبالتالي الاتهام لإيران وليس من مصلحة الأردن ولا من مصلحة أي طرف عربي أن يدخل في نزاع مسلح في هذه اللحظة التي إسرائيل تحشد فيها وتعد العدة ل يعني جعل العرب رأس حربة في الدفاع عنها وفي الدفاع عن مصالحها. بالنسبة نعم. لنا هذا هو الموقف التقليدي للأردن. نعم نعم نعم. يعني نعود لتصريح وزير الخارجية الأردني، واعتذر منك على المقاطعة، وصف بأن الأردن يريد علاقات صحية مع إيران. ماذا يقصد بعلاقات صحية مع إيران؟ في الحقيقة هذا التصريح يأتي بعد تصعيد كلامي صدر عن الديوان الملكي وعن الملك عبد الله الثاني. الغضب الأردني في ذلك الحين وغضب الملك كان ناجما عن اختراقات متتالية للشريط الحدودي من خلال عصابات المخدرات وتجارة المخدرات. ولكن في الحقيقة أنا كنت أتحدث باستمرار وأدعو إلى التفريق بين رغبة إيران في اختراق الأمن القومي الأردني وتحقيق مآرب سياسية على الأرض الأردنية، وبين حالة الخروج عن القانون المتمثلة بالإتجار بمواد غير مشروعة من أجل تحقيق الفاقد الاقتصادي المرتبط بقانون قيصر. الفرق كبير جدا. رئيس الوزراء الأردني قام بتجلية هذه المسألة وقال بأنه إيران لا تمثل خطرا قوميا على الأردن، ودعا في الآن ذاته إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وإلى وضع ضوابط معينة. واليوم السيد أيمن الصفدي وهو وزير الخارجية أعاد وأكد على هذا الكلام، وأوضح بأن المسألة يعني مرتبطة بتفاهمات إقليمية أيضا ليس أردن فقط. نعم، يعني هل نفهم نعم. سيد أحمد بأنه يمكن أن تتجه الأردن إلى تعزيز التطبيع مع نظام الأسد إذا ما ضمنت الأردن الحماية لحدودها؟ شوف، هو التطبيع مع نظام الأسد حاصل مش من اليوم، يعني منذ فترة بعيدة نوعا ما، وهذا التطبيع حقيقة قائم على قاعدة أن الأردن يريد أن يقف على مسافة واحدة من الجميع. التطبيع كان قائما على قاعدة أيضا إعادة دمج النظام السوري في المجتمع الدولي في مقابل ضمانات لربما تحصل عليها الأردن لجهة الحفاظ على أمنه القومي، بحيث لا تتحول حرب العصابات المرتبطة بالمخدرات إلى حرب لها مآرب سياسية وطائفية ومآرب أخرى. من هنا حقيقة يعني الأردن أيضا تضرر اقتصاديا، يعني بالإضافة لهذا البعد السياسي، الأردن إغلاق الحدود وإغلاق سوريا مسار سوريا أثر بشكل كبير على الاقتصاد الأردني، على حركة عبور الشاحنات والنقل، وهذا أيضا أدى إلى مشكلة ومعضلة اقتصادية كبرى بالتزامن مع أزمة اللاجئين السوريين أيضا. لذلك الأردن كان حقيقة يعني يسعى إلى إيجاد علاقة متوازنة نوعا ما مع النظام السوري، ويحافظ على شعرة معاوية، يعني لا يريد أن يقطع شعرة معاوية مع النظام السوري. وصلت الصورة. سيد أحمد فهيم، محلل سياسي أردني، كنت معي من عمان، شكرا جزيلا لك. أقيمت في جامعة حلب بمدينة عزاز فعالية حول المعتقلين في سجون الأسد، عرضت فيها صورا للمرة الأولى لضحايا التعذيب، وذلك للتأكيد على أهمية هذا الملف. تستمر الفعاليات في الشمال المحرر حول ملف المعتقلين في سجون الأسد والمتوفين تحت التعذيب. في عزاز أقيمت فعالية برعاية رئاسة جامعة حلب في المناطق المحررة، عرضت فيها صور جديدة للمعتقلين على غرار صور قيصر. أنه نحن بحاجة فعلا كسوريين لمناهج تربوية واجتماعية تدرس لأبنائنا ولشبابنا في المدارس والجامعات عن كيف يكون التعامل الصحيح مع الناجين تجربة الاعتقال، وبالذات أنه نحن عنا بسوريا مئات آلاف المعتقلين وكذلك مئات آلاف شهداء، يعني عنا تقريبا ربع الأسر السورية مكلومة، المجتمع كله مكلوم. النقطة الثالثة، تحدث أحد المداخلين الكرام عن أهمية تطوير البرامج الحقوقية لطلابنا بكلية الحقوق لتكون فعلا ترقى لمستوى تخريج طلاب يستطيعون أن يدافعون في
أن يدافعوا في المحافل الدولية عن هي عن هذول الناس. طبعا احنا هلا شكلنا رابطة ناجيات الداخل، الفكرة من الرابطة إيصال صوت اللي موجودين جوا، لأنه اللي حس بمعاناتهم غير اللي عم يحكي عنا برا من دون ما يحس بالمعاناة. مثل هالمؤتمرات كتير مفيدة كتير، يعني أنا لما كنت جوا كنت أقول عجب في حدا سأل عني، عجب في حدا بيحكي عني، عجب يا ترى في حدا بيطالب فيني غير أهلي. طبعا أنا بعرف أهلي إيه، بس بدي أعرف أنه في حدا. فمثل هيك مؤتمرات كتير كتير مهمة. الفعالية تضمنت معرضا للصور وندوة حوارية عن أهمية ملف المعتقلين وضرورة توثيق انتهاكات النظام، كما شرح بعض الحقوقيين والسياسيين الهدف من هذا التوثيق وكيفية استخدامه في المحافل الدولية. كانت مداخلتي فيما يتعلق باستخدام ملف المعتقلين في سياق التفاوض مع النظام، في سياق العملية السياسية، حقيقة قدمت يعني فكرة محددة، وهو أنه على المعارضة أن تعلق مشاركتها في العملية السياسية بشرط الإفراج عن المعتقلين وبيان مصير المفقودين. طبعا هذا الأمر لا يعني أبدا لا يعني الانسحاب من العملية السياسية ولا يعني رفض الحل السياسي، وإنما فقط تعليق مشروط. وذكرت ما هو المبرر لهذا الأمر، قلت أنه إذا النظام ما قدم تنازل، وليس تنازل طبعا، هذا عمل يعني واجب عليه بقضية إطلاق سراح المعتقلين بهذا الملف الإنساني الحقوقي الواضح، كيف ننتظر منه أن يقدم التنازل اللي هو أصعب عليه في سياق تفاوض من أجل انتقال سياسي وما إلى ذلك. حضر الفعالية رئيس جامعة حلب وعددا من عمداء الكليات والحقوقيين والسياسيين، وأيضا عددا من الناجين من سجون النظام، وأكدوا على ضرورة إقامة مثل هذه الفعاليات للتعريف بحقوق المعتقلين وواجب الجهات الحقوقية والإنسانية تجاههم. نشرتنا مستمرة مشاهدين الكرام، وفيها بعد الفاصل. لتسهيل التسوق وخلق فرص عمل، مشروع تجاري لدعم المهجرين في أحد المخيمات بريف إدلب. أهلا بكم من جديد في نشرة المساء من قناة حلب اليوم. أكدت قسد دخول قوات النظام إلى نقاط تماس جديدة مع تركيا ضمن مناطق سيطرتها في عين عرب وأت الرفعت بالتنسيق مع روسيا. يأتي ذلك في ظل تحركات عدة تشهدها خطوط التماس في عموم الشمال السوري، مع الحديث عن عملية عسكرية تركية مرتقبة. التقرير التالي والتفاصيل. رغم فشله في صد عمليات تركية سابقة، يدخل نظام الأسد من جديد مناطق سيطرة قسد في محاولة لصد العمليات التركية المرتقبة وفق ما أعلنت قسد. تؤكد قسد على لسان قائدها العام مظلوم عبدي انتشار قوات النظام على خطوط التماس مع تركيا والجيش الوطني في مناطق سيطرتها، وهو أمر سيستمر بالتنسيق مع روسيا لضمان انتشار النظام في منبج بعد تل رفعت وعين العرب، كما نقلت شبكة بلد نيوز عن قسد. وبينما تنسق روسيا انتشار النظام شرق سوريا، تتهم هيئة تحرير الشام بالتحضر لاستخدام مواد سامة في إدلب، وهو ما يعيد ربما
طرح خريطة خفض تصعيد بشكلها الكامل ضمن الاتفاق الثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران، اتفاق نتج بالأصل عن خلاف على مناطق النفوذ التي قد لا ترغب روسيا وإيران بتغييرها الآن من قبل تركيا. تحذر واشنطن أنقرة من دفع قسد نحو حضن الخصوم، لا سيما طهران التي بدت تحركاتها واضحة في جبهات الشمال الغربي من خلال محاولات تسلل تنسقها مع النظام بحسب صحيفة الشرق الأوسط. وتضيف باس نيوز أن الميليشيات الإيرانية تعزز تواجدها بذات الوقت في منطقة شرق الفرات. تبحث قسد بين أوراق الدول الفاعلة عن مخرج لها من العملية التركية، وتبحث الدول الداعمة للنظام عن أوراق إضافية ربما لتواجه بها تركيا العازمة على بدء العملية، عملية تحاول تركيا تجاوز عقباتها السياسية بينما تستكمل مع الجيش الوطني تحضيراتها العسكرية. نقل موقع العربي الجديد عن مصادر لم يسمها معلومات حول تحضير قوات الشبيبة الثورية التابعة لحزب العمال الكردستاني عشرات الشبان لزجهم في جبهات القتال شمال سوريا. وبحسب الموقع فإن الشبيبة عقدت اجتماعا طارئا في مدينة الشباب الواقعة ضمن المربع الأمني بمدينة القامشلي لمناقشة تهديدات تركيا بشن عملية عسكرية على مناطق شمالي وشرقي سوريا والتخطيط للحرب وتوزيع نقاط تمركز 120 شابا في المواقع المحتمل استهدافها قرب الحدود السورية التركية. لقي 5 أشخاص بينهم 3 أطفال مصرعهم غرقا في مسطحات مائية قرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي يوم أمس الجمعة، ليرتفع عدد الغرقى في المسطحات المائية منذ بداية العام إلى 25. وبحسب الدفاع المدني فإن من بين الغرقى الذين انتشلت جثثهم من قبل فرق الدفاع المدني شقيقان، وذلك أثناء لعبهم قرب ساقية شلالات جمروك، بينما توفي آخر أثناء السباحة في بحيرة ميدنكي في منطقة عفرين. وطالب الدفاع المدني في بيان له الأهالي بالابتعاد قدر الإمكان عن السباحة في المسطحات المائية والبحيرات واتخاذ تدابير السلامة الممكنة. بهدف دعم المهجرين في ريف إدلب، أطلقت منظمة تكافل الشام مشروعا وفرت من خلاله دعما للنازحين والمهجرين من أجل إطلاق مشاريعهم الخاصة. المزيد في التقرير التالي. الافتتاح الأول وبداية عمل قد يكون معيلا لأسرة مهجرة. 30 محلا تم افتتاحهم ضمن مشروع يهدف إلى تأمين عمل للمهجرين في مخيمات الشمال السوري. في مخيم مشهد روحين شمال إدلب وتحت اسم مشروع سواعد، يتسلم المستفيدون محالهم ومبلغ $1,000 أمريكي لبداية العمل. هذا المشروع يعني في الذات يعني أفضل من السلي. السلي إنه بدك تستنى السلي لحتى إيش تستلمه وتعيش منه، بينما هذا المشروع إنه خلاص أعطوك أنت مبلغ مالي أمنوا لك محل بتنطلق أنت. يعني حتى لو قطعوا السلي انت صار عندك شغل تشتغل تنتج منه وتصرف على عيالك. النزوح فقدنا كثير الاغراض المحال او كذا نتيجه قصف او نتيجه النزوح السريع. الحمد لله يعني كانت دعم منظمه تكافل الشام يعني اجت يعني في الوقت الحرج والمناسب جدا، يعني استفدنا منها انه كان بده مجموعه طاقه شمسيه وبرادات فقط لتشغيل المحل، من أعطونا إياهن مباشرة انطلق المحل. أفقد النزوح معظم المهجرين أعمالهم ومهنهم وحالة الظروف الاقتصادية دون قدرتهم على إعادة تفعيلها. المشروع أتاح لأصحاب المهن إعادة العمل ببعض أدواتهم السابقة من خلال تأمين المكان للعمل، كذلك أتاح الفرصة لتدريب المستفيدين على مهن ليبتدئوا العمل بها من هنا. نحن بمنظمة تكافل الشام تم إنشاء سوقين، كل سوق بضم 30 محل بمنطقة مشهد روحين 30 محل، أيضا بمنطقة كفر جالس
30 محل. طبعا كان الهدف من المشروع هو التمكين الاقتصادي وتمكين المجتمع المحلي الموجود وتمكين المستفيدين لتحويله من السلة الغذائية إلى منتجين عاملين في هذا المجتمع. تنوعت المهن في هذا السوق، مواد غذائية وملابس ومحال صيانة. آلاف الشباب في مخيمات الشمال السوري يبحثون عن فرصة عمل لتأمين مورد مادي. يرى المستفيدون في هذا المشروع فرصة يعتمدونها كنوع من الاستقرار المادي، وإن كان الدخل ضعيفا فهو خير من عدمه. عشرات العائلات المهجرة تجد في هذا المشروع موردا ماديا مستمرا، بدلا من انتظار السلة الغذائية المقدمة من المنظمات الإنسانية بشكل شهري. خلف جمعة، حلب، اليوم ريفورد. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtodaytv.net. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، أطيب المنى وإلى اللقاء.